لا تنتظر من أحد شيئا. لا تنتظر تقول أهل الخليج يصنعوا لنا أهل كذا أهل كذا، لا. أطلب من من؟ من الله. أطلب من الله، تعلقك دائما يكون بالله. لا تقول لماذا لم يفعل لنا، ضيعون الحكام، ضيعون العلماء، أخذوا أموالنا. أخذوا أموالنا، نحن فقراء. أطلب من الله. تكون ذليل عندما تطلب من الناس. عندما تطلب من الله تكون عزيز. كيف كانت مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت؟ ربا، قتل النساء البنات، قتل الأولاد، فواحش وغنى، شرك أكبر يعبد الأصنام عند الكعبة. ماذا؟ بعث الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يعلق الخلق بالخالق سبحانه وتعالى. لا تتعلق بأحد، لا تتعلق إلا بالله. بالله لو تتعلق بالله يضيعك الله، والله لا يضيعك الله. وانظر إلى من تعلقوا وراء الحكام، وراء الملوك، وراء كذا، ضاعوا، وراء البنوك ضاعوا. Para.